بازار ايفانت. انا راني نحبكم ونحب ندللكم، هذاك علاش اليوم هزيتكم المهرجان سليمان في دورته 41 باش نحضروا مع بعضنا مع ارتيست تونسي. ارتيست تونسي عنده بصمه وحده، عنده نقشه في صوته. كي نقول مروان نقصد نوردو. اليوم باش نحضروا مع بعضنا عرض نوردو، باش نسمعوا موزيكته البنينه وشنو يمشي يسمعنا، ونشوف الببليك سليمان شنو هي باش يعمل نوردو. ونحنا بازار ايفانت نشوفوا بعض شنو باش نسالوه. ما تنساوش البارتاج ونص عزيزي تبوسكم بوسه مرصوصه. وبيك وبيا مرحبا بينا الزوز، وفرحان برشا اللي انا اول مره في سليمان. الجمهور العزيز الغالي مرسي بكل، امنين الكل، مدير المهرجان، الناس ناس الكل، ناس الكل قاموا معنا بالواجب. وكاو ما احلاهم ناس، بالطبيعه ما احلاهم ناس. وكي تشوف انت الجمهور العزيز الغالي هذا اللي جاي معناها لي جينيراسيون الكل، صغار كبار، بتبيع باش تفرح على الاخر، وان شاء الله مش اخر مره. باهي اسمعني، فما برشا ما نقولوش بوليميك، اما فما برشا عباد قاعدين يهبطوا عليك ستاتيو في
مش حمله هي باش ما نكبروهاش ماهيش حمله عليك انت يعني كيفاش جا مأخر ودرا شنيا انت هذا انسان بركه انسان بركه اما قمنا معاه بالواجب هكاو فهمت شنو الواجب انا نعرف الواجب نتاعك هكاو 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 شنيا شكونو منين ما نعرفش منين شكونو نعرفه هو كشخص فهمت اي نعرف هو كشخص عنده باج لهيبه فهمت وعنده مرتزقه ما عنده اصحابه زاد لهين بالباج هي بيضة. يعني عصابه ميسالش ما نحبش نقول عصابه انا قلت هنا نتحمس وليت هو يظهر واو فهمت ماهوش تاع عصابه وحتى فهمت هكاو المشكله وينك الواو هي الاخضر ما يهمنيش نحن جينا وعملنا جو محلينا وفرحنا الناس والعباد الكل فرحت من الكبار للصغار قلت لك تشوف المراه اللي قدمني والطفل اللي قدمني يا عمري الحمد لله وكهو باهي انا كالعاده جملتي الشهيره اللي قول لي كلمه مزيانه النوسه تغزل يعني خذ راحتك ان شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله ربي يفضلك اختي الباهيه وان شاء الله من حسن الى احسن وانا مع بعض وملتقانا المهرجانات وبرافو سليمان واداره المهرجان والكل ومرسي بكم مدير المهرجان والناس الكل وجنود الخفاء والعباد الكل يرحم والديكم عنقه سهريه ونور دو في سليمان سون كومونتير حاجه واو عملتوا جو عملنا جو حافظه برشا غنياتو اي حافظه بالطبيعه انت كمهرجان سليمان كيفاش تشوفوا والله هاك ترى البلاد ما شاء الله فرحانه بعدك الكورونا 3 سنين صراحه واحد غم على قلبه والعباد الكل تحسها شو فرحانه في وجوهها وهو كارتيست تونسي محلاه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك سوكو نهار ضحكتو نوردو يعجبك في غنية ما انا لجي كإدارة مهرجان نظموا نوردو ما سي بون سافا ما تنقص حاجة برك معناها شنو هي نوامر نتاع نوامر نتاع بلايص لا ديزني لا ندزك وهذاك هو شوية نظام تستحق يعني لورغانيزاسيون كهو سي بون مدام وزير كهو ما فماش حد ما فما حاجة باهية تتفرج فيها كالوردو وكسليمان فيها جو سليمان بلادنا بتبقى. سي شفيقة كم الراديو للسمع إلى البصر منورني ربي ربي يفرح انت نورتنا كي جيتنا اليوم صحة الأبدان ويعطيك الصحة ونورتنا فريمون نورتنا مش هيا قول لي عرض كي تأجلوا نورمالمون تبدا فرحان به انطباعاتك على العرض والله أنا انطباعاتي كنت متخوف منه العرض رغم اللي أجلته لأسباب خاصة فهمتني أسباب مادية ما نحكينا فيها حكينا خاص هي خاصة بهيئة المهرجان ما حتى ما عنده دخل في الحكاية هذه كان هيئة المهرجان أجلنا العرض هذا باش يجيونا برشا عباد وباش يلموا شوية فلوس واللي صار جات العباد بارك الله عوضنا شوية بعض المال ولا المال كله كما صحيح وكانت سهرية شيقة وانت يا كريت تفاعل الجمهور معاه وهو تفاعل مع الجمهور وزاد من وقته وزاد من جهده نظرا للجمهور حافظ الاغاني نتاعه اكيد اكثر فيهم الجمهور انا بيدي قعدت بيت كيفاش الشباب الببليك ماشي معاه الببليك ماشي معاه اي غنية يكلمها كل كبار وصغار ومعناها كبير وصغير وليد انت كعرض عجبك مقتنع به في اداره انا كمدير مهرجان سليمان وكمشرف على مهرجان سليمان عجبني العرض نظرا جبت قبل دي رابور وكانت فيها برشا مشاكل امنيه وكل شيء دونك السهريه نتاع الليله جات نساء كبار وبنات كبار نظيف مروان نورد نظيف هو نظيف والغناء نتاعو نظيف دونك فرحني برشا ان شاء الله ربي يعطيه الصحه باش يواصل في التالق نتاعو وينجح مهرجانات اخرى كما مهرجان سليمان عسلامه مرحبا بكم الناس الكل ميرسي نوسا اللي جيت ومرحبا بك ونورتك سليمان أسامة التذكير هو لتشهد بخيت نتاع مهرجان ليالي سليمان رايك في العرض نتاع نوردو الحمد لله عرض أوفى بكل وعوده النوردو كان في الموعد تقريبا هذا أحسن اختتام جمهور ليالي سليمان كما قلت فنان ذواق عمل جو سهر شيخ ونودو بطبيعة متحهم الناس الكل وهذا اللي حبيناه معناه اللي خططني واللي خدمني واللي برمجني الحمد لله صار حتى 90% 80% ما يسالش المهم صار وان شاء الله نوعدوا بجمهور ليالي سليمان المخي والقادم افضل ان شاء الله محليها سهريه ومحليها لما ومحليه مروان نوردو ومحليه ببليك سليمان ومحليه مهرجان ليالي سليمان انا نشكر ليكيب تكنيك الكل ستاف الشرطه الحمايه المدنيه مدير المهرجان لا تشي دو بريس اورغانيزاسيون محليها بورتون انه مهرجان صغير وفي منطقه صغيره لكنهم يحاولوا يروجوا تصويره مزيانه للجهه نتاعهم محليه مروان كيفاش يحكي مع الببليك ويجيو فيهم ياخو بخاطرهم فريمون محلاها سهريه وانا نص عزيزي نبوسكم بوسه كبيره مرصوصه من عندي ومحليك يا نوردو